نشرة أخبار الحادية عشر من الجزائرية الثالثة، أهلا بكم. بداية، وجه أمس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رسالة إلى الأمة أعلن فيها عن تأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 18 أفريل 2019 وعدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة. كما أعلن رئيس الجمهورية في هذه الرسالة عن إجراء تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة وتنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة. وقال رئيس الجمهورية أنه تفهم على وجه الخصوص رسالة الشباب تعبيرا عما يخامرهم من قلق أو طموح بالنسبة لمستقبلهم ومستقبل وطنهم، مؤكدا أن واجبه الأخير تجاه الشعب الجزائري هو العمل على إرساء أسس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصب إليه جميعا. الرئيس بوتفليقة أشار إلى أن تأجيل الانتخابات الرئاسية يأتي لتهدئة التخوفات المعبر عنها، كما أن التعديلات على تشكيلة الحكومة والتي ستكون مكونة من كفاءات وطنية هو رد مناسب على المطالب وبرهان على لزوم المحاسبة والتقويم الدقيق لممارسة المسؤولية على جميع المستويات وفي كل القطاعات. هذا وأكد السيد الرئيس أن الندوة الوطنية الجامعة المستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة ممثلة للمجتمع الجزائري ومختلف مشاربه ومذاهبه، تتولى تنظيم أعمالها بحرية تامة بقيادة هيئة رئيسة تعددية على رأسها شخصية وطنية مستقلة تحظى بالقبول والخبرة، على أن تحرص هذه الندوة على الفراغ من عهدتها قبل نهاية عام 2019. وأضاف رئيس الجمهورية أن هذه الندوة ستتولى إعداد مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي، كما أنها ستتولى تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي الذي سينظم تحت الإشراف الحصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة، مشيرا إلى أنه لن يترشح لهذا الاستحقاق بأي حال من الأحوال، ومتعهدا في الختام بأنه سيسلم مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته للرئيس الجديد الذي سيختاره الشعب الجزائري بكل حرية. هذا وعقب رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى الأمة، كاميرا تلفزيون رصدت هذه الأجواء في شوارع العاصمة. لالجيري حرة ديمقراطية وفيف لالجيري ونرميسي تو لو بوبل الجيريا. أجمل فرحة في العالم، الحمد لله يا ربي. دار فينا الخير بوتفليقة. بوتفليقة سجل نقطة مهمة ليه في التاريخ نتاعو وخرج بوجه مشرف هكذا، الفايدة كلها كانت ليه هو. إن شاء الله إن شاء الله، هذه دمعة فرحة إن شاء الله. نريحوا في بلادنا، ما نروحوش لبلاد الناس يا أخو، يا وهنا نقدروا له بفلالجيري. انتصار للشعب، انتصار للحكمة، وتحيا الجزائر. اليوم ثمنوا القرار هذا اللي اتخذوه اليوم وبينت باللي الجزائر السيادة والقرار الآخر دائما يولي للشعب. ان شاء الله ربي يجيب الخير اللي فيه البلاد، ومازال سي كما نقولوا حنايا ما هذا بدات، مازال ان شاء الله يكون ربي يجيب الخير مور هذه ان شاء الله. نبداو خطوه جديده فير لافون ان شاء الله، ونوضوا بجزائر جديده والحمد لله، وان شاء الله فيها خير البلاد.
في موضوع آخر، تتواصل فعاليات المعرض الدولي للأسهار بتمر راست في يومه الثاني بعد غياب دام سنوات. التظاهرة التي تشهد إقبالا جماهيريا واسعا تعد فرصة لإبرام شراكات منتجة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وكذا الأفارقة، ولتعزيز التبادل التجاري بين دول الساحل. تقول فاطمة زهراء بنفرجلة من تمر راست. بعد غياب قارب 15 سنة عادت التظاهرة الدولية للأسهار بتمن غست بأبعاد ثقافية وأفاق اقتصادية تمتد إلى دول الساحل، وهي بوابة لتشجيع التصدير نحو إفريقيا. جينا بأكثر من 80 شركة جزائرية للمعارض، هي بلاتفورم لوجيستيك عين قزام كون طران دات دونك باتي ان شاء الله في تيزواتين ثاني كنديروا ذلك اون بلاتفورم اي تمن غاسيت سافا اتر لو سنتر دو كوموند. Il faut avoir un accord commercial formel. Nous avons même pensé que on peut avoir un accord commercial et d'investissement pour formaliser les échanges, et dans le cadre de cet accord on peut prendre en compte les échanges frontaliers. Avec la création de la zone de libre-échange continentale où il n'y aura aucune barrière douanière, aucune barrière non tarifaire dont je parlais tout à l'heure, nous pensons rehausser ces échanges à près de 50% d'ici 2025. أزيد من 80 عارضاً سيشاركون في هذه التظاهرة، وللتعريف بالمنتوج الوطني سيحتضن المنتدى الجزائري المالي النيجيري فعاليات بي تو بي، فيما يحظى الترويج السياحي بالاهتمام كذلك أمام استحسان كبير للمواطنين. نسعى باش نرقوا الاقتصاد البيني، ومن الاقتصاد البيني احد الروافد نتاعه هو قطاع السياحه والصناعه التقليديه. واليوم راه الناس فرحانين والشباب فرحانين، راه السلعه دخل من كل جهه والحمد لله. الجزائر السنه دخل سلعه كبيره، وان شاء الله يستفيدوا منها مواطن والخارج. فتحنا البوابة في الأفريق لأنه سوق مهم جدا، الطلب على المنتوجات الجزائرية مهم جدا، وخاصة المواد نتاعنا كما التمور. الملتقى الدولي للأسهار بتمن غست سيدوم 10 أيام تتخلله العديد من التظاهرات الثقافية والرياضية، والهدف ترقية المناطق الحدودية والتعريف بالمنتوج الجزائري إفريقيا. في ساحة دولية استشهد شاب فلسطيني أمس متأثرا بجروح أصيب بها في الأول من الشهر الجاري شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وكان مصدر طبي قد أعلن في وقت سابق عن استشهاد فلسطيني آخر عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه خلال مشاركته في مسيرة سلمية في فبراير الماضي بقطاع غزة. دوليا دائما من المرتقب أن يصوت اليوم النواب البريطانيون على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي يلقى معارضة كبيرة منهم. وكانت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية قد توجهت أمس لمدينة ستراسبورغ الفرنسية في محاولة أخيرة منها لإنقاذ الاتفاق، فيما أوضح الاتحاد الأوروبي أن الأمر بات متروكا لنواب البرلمان البريطاني لتحديد الخطوات المقبلة، مؤكدا التزام الاتحاد بالاتفاق المبرم والذي حدد بموجبه تاريخ 29 مارس الجاري لتطبيقه. عودة إلى أخبار الوطن. وفي الرياضة، لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لمنافسة كأس الجمهورية في كرة القدم، يواجه اليوم شباب قسنطينة مولودية وهران بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، وعليه يمكنكم مشاهدين متابعة اللقاء مباشرة على الجزائرية الثالثة بداية من الساعة 5 مساء، والنشرة تأتيكم اليوم استثناء على الساعة 4:30. بهذا الخبر مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الموعد الإخباري. للتواصل معنا عناويننا ظاهرة في خدمتكم. إلى اللقاء بإذن الله.